لم تمنع الأحداث السياسية التي تعيشها مصر الآن من الاحتفال بأعياد الكريسماس رأس السنة الجديدة، وتتزين المحلات والمطاعم والفنادق والنوادي باستقبال المحتفلين بهذه المناسبة من خلال تقديم العروض المناسبة والأسعار الرخيصة. جديد السنة دي في حاجات بتتحرك مع الساوند، مجرد ما بتسمع الصوت بتنزل. سانتا كلوز بيعزف على كمانجا، بيعزف على أكورديون، ده الجديد السنة دي. وفي حاجات تانية في الديكوريشن السنة دي نازلة جديدة، ألوان مختلفة، كان لون الأبيض مثلا مع لون البيربل أو البينك، دول النيو كوليكشن السنة ده 2012. هي دي الحاجات الجديدة. وبالنسبة للمجات أو بالنسبة للحاجات التقليدية، الحاجات العادية دي نازلة بأشكال مختلفة، أشكال أحدث، أشكال لها يعني متناسبة مع السنة الجديدة. الهدايا زي المجات، زي مثلا زي الحاجات بتاع الديكور اللي بتحط جنب الشجرة، زي سانتا كلوز، سنومان، الحاجات من السنة دي نازلة برضو زي سانتا كلوز وسنومان. في منها حاجات نازلة هاند ميد، ديت بتبقى أشبه بكتير، شبيهة بالطبيعي، فبتبقى كويسة. ديات الناس مقبلة، في إقبال عليها. في البولز، الحاجات الديكوريشنز الجديد، أشكال زي كده، ماري كريسمس، أشكال جديدة. الأسعار، الشجر مثلا السنة دي الأسعار نازلة بشكل مختلف، نازلة قليلة شوية، وبدأ البادجت بيبدأ مثلا الشجرة ممكن تبقى من أول 20 جنيه، معنا توصل لحد 100 150 200 300، آخرها 450. دي بتبقى حاجات اللي هي الحاجات كويسة، حاجات كويسة جدا، وكله بيبقى نازل السنة دي الحمد لله. المستوردين أو أصحاب الأماكن يعني بيعملوا أسعار هادية السنة دي لأن نظر للحالة الاقتصادية اللي في البلد. نتمنى أن تعيش مصر دائما بفرحة وسعادة وأعياد مستمرة، هذه أمنية كل المصريين بمناسبة الكريسماس والسنة الجديدة، ونتمنى أن تظل أيامنا كلها أعياد.